ستار اكسبرس. صباح النور، نهاركم زين الناس الكل. مع شوية الحرف على التطورات وآخر التطورات بين النادي الإفريقي والمدرب مارشون، لكن خلينا نبدأ بالاتحاد المونستيري اللي واجه اليوم ضمن إياب الدور التمهيدي الأول في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية نادي الجيش الرواندي انطلاقا من 3 في استاد بن جنات قدام 8800 من جماهير الاتحاد المونستيري، والهدف هو تحقيق الترشح بكل تأكيد للدور القادم. نذكر مليح أن الاتحاد المونستيري كان انهزم في مقابلة الذهاب 1-0. التشكيلة المنتظرة اليوم بالنسبة لاسمه بشير مسعيد في الكاج، بقية الملاعبية عمر بوراوي، نور الدين الشرطاني، محمد صغراوي، عثمان وتراء، أمرو، عبد القادر بوتيش، حسام تقا، هيكل شيخاوي، أنيس بن حتيرة وزياد العلوي. المقابلة ذي بشكون منقولة على الوطنية الأولى كما قلنا انطلاقا من 3. تحدثوا توا على المنتخب الوطني اللي واصل تحضيراته لمواجهة جزر القمر نهار 22 سبتمبر والبرازيل نهار 27 سبتمبر. تمارين عرفت البارح التحاق 4 ملاعبين هما غيلان الشعلالي، بلال العيفة، طاياسي الخنيسي وعلي العابدي. اليوم يخلطوا كل من نعيم سليتي، علي معلول، منتصر الطالبي، شايم جبالي، محمد دراجر ومرتضى بن ونس. مقابلة ودية لعبت البارح كلاسيكو ودي تلعب في شادلي زويت بين النادي الافريقي والنجم الساحلي، وفاء بانتصار لتوال 2-0. بعد المقابلة هذه خرج برشا كلام على نهاية العلاقة بين المدرب الفرنسي برتران مارشان والنادي الافريقي. فما جزئين في الخبر هذا، فما اليوم قناعة كاملة عند الهيئة المديرة النادي الافريقي انه مارشان غير قادر على تقديم الإضافة في المرحلة هذه. الجزء الثاني هو طريقة فض الارتباط مع مارشون. نادي الافريقي ماهوش ناقص خطايا، ماهوش ناقص مشاكل ماليه، لازم يلقى حل ودي مع برتران مارشون. اليوم فما اجتماع لاتخاذ القرار النهائي. في كل الحالات كما قلت فما اقتناع اليوم لدى الهيئه المديره، وعلى الاقل على لدى الناس اللي تقرر في الهيئه المديره انه مارشون غير قادر على تقديم الاضافه. برشا سامي قاعده تقال في خصوص البديل، لكن حاليا بالنسبه للنادي الافريقي اهم شيء هو طريقه فض الارتباط مع المدرب الفرنسي برتران مارشون. ذكروا لعب مقابلة رسمية وحيدة لهي نصف نهائي الكاس ومقابلة ودية ضد النجم الساحلي، الزوز كانوا فيهم هزائم، والقرار بإقالة أو فض الارتباط مع مارشون جاهز وبانتظار التنفيذ. نكمل مع نتائج المقابلة الودية اللي تلعبت البارح. ملعب تونسي تعادل مع السويحلي الليبي 0-0، الأولمبي الباجي ربح اتحاد طاوين 4-0، أما الحمام سوسة فاز على مستقبل رجيش 1-0، واتحاد بن قردان تعادل مع الاتحاد المصراتي الليبي 2-2. النادي الصفاقسي قدم شكاية للجامعة التونسية لكرة القدم ضد مهاجم سابق في رشوات، وطالب بعدم تأهيله بعد امضاء العقد مع نادي الإسماعيلي المصري. نذكروا اللي فما جدل في الموضوع هذا، في رشوات يعتبر انه عقده منتهي مع السياسس، ونادي الصفاقسي يقول انه مازال عام في العقد نتاعو، نزاع ينجم يطول. ونذكر زاد اللي في رشوات من اسبوع تقريبا كان صحح مع نادي الإسماعيلي المصري. نحكيوا توا هوند البطولة العربية اللي تحت تظنها تونس. البرنامج اليوم 3:30 ترجي تونسي مولودية الجزائر، و5:30 الافريقي ضد السالمية الكويتي. نذكر انه الترجي كان خسر مقابلة الجولة الاولى مع الزمالك المصري 34-28، والنادي الافريقي فاز بالغيابة على امل سكيكدا الجزائري بنتيجة 10-0. أنس جابر شخصية العام الرياضية لسنة 2022 حسب الجائزة فاطمة بنت مبارك الإماراتية للرياضة، لرياضة النساء. دونك أنس جابر كما قلنا هي شخصية العام الرياضية حسب الجائزة هذه. أهم صار في الملاعب الأوروبية البارح، نبدأ بالبريمير ليج. وولفرهامبتون خسر مع السيتي 3-0، توتنهام ربح ليستر 6-2. في الشامبيونشيب برمنغهام سيتي تعادل مع كوفنتري 0-0، المجبري بدا على البنك وهبط في الدقيقة 67 وكان سبب في ورقة حمراء الواحد من لاعبي كوفنتري. قدم أداء الحقيقة فوق المتوسط، قاعد يقدم واحدة واحدة حنب على المجبري. في الليغا البارسا ربحت إلتشي 3-0، فالونس ربح سيلتا فيغو 3-0. في فرنسا
فرنسا مونبلي ربح ستراسبور 2-1 الخزري الأساسي بعد ما كان غايب بسبب الإصابة وخرج في دقيقة 65 ليل ربح تولوز 2-1 في السيريا بولونيا خسرت مع إمبولي 1-0 لاسبيتسيا ربحت سامدوريا 2-1 في ألمانيا نتيجة مفاجأة أوكسبورغ ربح بايرن 1-0 دورتموند تعادل مع شالكي خسر مع شالكي 1-0 ومونشنغلادباخ ربحت لايبزيج 3-0 أكثر أخبار ديما موجودة بتواصلنا على السيت موزايكا فان بوان إن شاء الله نهاركم زينة.